بعض السفهاء في بعض طلاب العلم أن كل من يذكر الحكام بخير أو يدعو لهم أو يقول إنها دولة إسلامية أنه من العملاء ومن كذا ومن كذا، هذا كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه، كلام ساقط لا يقوله إلا الساقطون. نحن لا نخفي الولاء، نعلن بالولاء، فيجب أن نعلن. نحمد الله أن كنا في ولاء حكام مسلمين، لا نبالي من هذه الأقوال الرخيصة ولا نلتفت إليها. وهكذا يجب طلاب العلم وأهل الفضل ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الكلمات الساقطة، وأن يكونوا صرحاء في الدعوة للحكام ومحاولة التقريب بين الراعي والرعية ليتحاببوا ويتعاونوا. هذا الذي ندين الله به. You talking about the land of Tawheed? Get out of here with that, man. Mm-hmm.